داخل هذا المستشفى الحكومي المصري تجري عمليات التعقيم على قدم وساق، فالطواقم الطبية في البلاد يعتريها القلق بعد أن أصيب العشرات منهم بفيروس كورونا مؤخراً. يحملون المسؤولية لنقص المستلزمات الوقائية وتأخر فحص الكوادر الطبية المشتبه في إصابتها. تحدثنا إلى طبيب بمستشفى حكومي طلب إخفاء هويته. أنا طلبت كحول أنظف إيدي، كحول 70%، كحول إيسيلي، طلبت ماسك عادي مش موجود. فضلت قاعد قدام المستشفى لحد ما جالنا تبرعات خارجية من أحد الناس اللي موجودين في المدينة، بعت لنا ماسكات عادية وكحول، وبدأنا إن احنا نوزع على بعض ونشتغل. اثنين زملاء في المستشفى طلبوا توفير الماسكات الجراحية العادية مع الدكتور المناوب في المستشفى. حصل تعسف في المعاملة معهم، إن هم بيثيروا بلبلة طبعا وشائعات. بعد مرور أسبوعين بالضبط الدكتور المناوب دون أثبتت إصابته بفيروس كورونا وتم تحويله لمستشفى العزل الصحي. هذا هو المعهد القومي للأورام بقلب القاهرة، قبل أن يتحول منذ أيام لبؤرة كورونا بعد اكتشاف إصابة حوالي 20 من الطواقم الطبية، وانضمت إليه لاحقاً عدة مستشفيات ثبت إصابة بعض العاملين فيها. مفيش أي معنى إن أنا أبقى بقتصد في وسائل الحماية لحسن الوباء ينتشر واحتاجها. أنا لما أقتصد في وسائل الحماية أنا بأعرض الطاقم الطبية بالفعل لزيادة الإصابة. أكيد إحنا عايزين إن عندما ترصد حالة مشكوك فيها أنها إيجابية يتم تحليل البي سي آر ليها والتأكيد وعزلها في أسرع وقت. العملية دي أحيانا بتبقى بطيئة. معدلات الإصابة والوفاة بكورونا في مصر لا تزال غير مقلقة، لكن إذا ارتفعت الأعداد قد تصبح الصورة قاتمة في بلد يسكنه 100 مليون مواطن ويعاني ضعفاً مزمناً في ميزانية الصحة. وفقاً للبنك الدولي فهناك سريراً واحداً لكل 1000 مريض داخل المستشفيات المصرية، وتشير إحصاءات محلية لوجود نحو طبيبين لكل 1000 مصري. استطعنا الحصول على هذه الصور من أحد مستشفيات العزل التي لا تصل إليها كاميرات الإعلام. هناك حوالي 30 مستشفى عزل يقال إنها جيدة التجهيز. الطبيب الذي يرتدي ملابس العزل الصفراء هذه هو محمد، طبيب تخدير يعمل في مستشفى آخر يضم نحو 160 مريض كورونا. المستلزمات على أعلى مستوى بتتوفر أول ما دخلت، لما العدد بدأ يكبر جامد جدا 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 اللوجستيات بتاعت الإمدادات اتهزت. يعني مثلا سي إن احنا نقول مثلا احنا كنا بنستهلك 500 ماسك في اليوم مثلا وموجود غيرهم، ففجأة استهلكنا 1000 أو 1500 ماسك، فحصل زي هبوط في اللوجستيات لمدة 24-48 ساعة، إن الكمية اللي موجودة مش قد المطلوبة. بس تم تدارك الموقف، حتى يعني بعدها بيومين تم إرسال ضعف الكمية. للمرة الثانية ترسل مصر مساعدات طبية لإيطاليا. انتقد هذا القرار لأنه جاء في وقت تشكو فيه المستشفيات نقصاً في الإمدادات، لكن الحكومة فندت هذه الانتقادات. لو عندك نقص في الكمامات والجوانتيات والحاجات دي مش هتبعتي، إنما دي رسالة سياسية لدعم الدول في حاجة زي كده. يعني إيطاليا عندها مشكلة كبيرة جدا، وبالتالي أنت محتاجة تمد يد العون ده. ما أنا في يوم من الأيام هحتاج، يعني وارد إن أنا أحتاج في الأزمة دي أو في غيرها. تبدو الحياة في القاهرة خلال ساعات النهار طبيعية لحد كبير، لكن مع حلول الظلام تصبح المدينة التي توصف بأنها لا تنام وكأنها مهجورة بسبب حظر التجول، ويظل التخوف من احتمال ارتفاع أعداد المصابين بشدة، إذ لا يعرف حينها إلى متى يمكن للمنظومة الصحية المصرية الصمود. سالي نبيل، BBC، القاهرة.